خليك من الناس، الناس مين شوف مين ينفعوش ارواحهم باش ينفعوك انت، الناس ضعفاء لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بما كتب الله لك، اذا علاك معلق بالناس؟ علاك دير حسابك للناس وراك معقد مع الناس؟ الناس شوف الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى، والله ما يخرجوك في المليح. الناس شفتوها قصة جحام مع وليدو البغل، شفتوها تعرفوها هكذاك الناس ركبوا وليدو قالوا كيفاه هذا عيب عليه، هذا هو شيخ كبير يمشي وليدو راكب، الاصل الكبير وين اركب هو قالوا عيب عليه، وليدو مسكين صغير خلاه ركبوا في زوج، قال لك والله مسكينه بغلا ولا مرحموها ركبوا في زوج خلاوها تمشي وحدها وما مشاو، قال لك كيفاش عندهم بغله ما استغلوهاش ما ركبوش عليها. سما دير في بالك باللي إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. يعني دير في بالك باللي كاين واحد لازم نرضيه هو ربي سبحانه وتعالى، خليك من كلام الناس.